يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، أرنب يعيش في الغابة الخضراء البعيدة، ولكن المسكين قد أصابه الغرور، ولطالما كان يفتخر بأنه أسرع الحيوانات، وأن أحدا منهم لا يستطيع التغلب عليه. وفي ذات يوم شاهد سلحفاة تمشي ببطء شديد، فأصبح يستهزئ بها ويقول لها: يا لك من مسكينة أيتها السلحفاة، فأنت بطيئة جدا. فحزنت السلحفاة لسخريته منها وقالت له بتحد: ما رأيك أن نتسابق إذا وسنرى من سيفوز؟ وافق الأرنب وهو يضحك على عرض السلحفاة، وذهبا معا وبدأ السباق بحضور حيوانات الغابة. وكان الأرنب يكرر قوله: أنا من سيفوز أيتها المسكينة. وفي أثناء السباق مر الأرنب بحقل من الخضراوات الطازجة، فأكل بنهم بعضا منها ونظر بعيدا لعله يرى السلحفاة، فلم يرها، فقرر أن ينام ويأخذ قسطا من الراحة. ولكن السلحفاة تابعت السباق بإصرار وعزيمة ولم تتوقف أبدا، وشارفت على الوصول إلى طريق النهاية، والأرنب المغرور ما زال يغط في نوم عميق. ولما استيقظ من نومه ظن أن السلحفاة ما زالت في بداية الطريق، ولكنه عندما وصل إلى نهاية طريق السباق فوجئ بأن السلحفاة قد سبقته وانتصرت عليه، فأخذ يبكي على خسارته المرة. فقالت له السلحفاة بثقة: فلتتعلم أيها الأرنب أن الغرور نهايته الفشل والإصرار نهايته النجاح. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.